السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المحاضرة بتاعة المصممين أو هما ديزاينرز يعني والكرياتورز، وإزاي نمانج الناس دي، لأن هما طبعا إحنا عارفين إن هما ليهم منتاليتي مختلفة وأتيتيود مختلف وطريقتهم في التعامل وفي الشغل مختلفة تماما عن الناس اللي هي المهندسين العاديين خالص، حتى لو كانوا معماريين بس مش كرياتورز، يعني ما عندهمش كرياتيفيتي، مش موجودة بصورة كبيرة. عشان كده اللي بيبقى عنده الكرياتيفيتي عالية قوي بيبقى محتاج شوية طريقة مختلفة للإدارة عشان نطلع منه أحسن ما يمكن. في المحاضرة دي إن شاء الله زي ما قلنا هنتكلم يعني إيه إبداع، ويعني إيه التصميم المبدع، ومين هو المصمم المبدع، وإزاي هنعمله مانجمنت عشان نطلع أحسن ما عنده، وكمان هنشوف الانوفيشن والكريتيفيتي إزاي نستغلها في إدارة المكان نفسه كمكتب معماري، وإزاي برضو ندير الديزاين والديزاينرز والبروسيس بتاعت الديزاين، وإزاي ناخد قرار تصميمي ونشوف الكلام ده هيبقى ماشي ازاي. خلينا نعرف الاول ايه هو العمل المبدع. الابداع بصفة عامة هو الحاجة اللي هي المميزة اللي لها شكل جديد اللي ما اتعملتش قبل كده، وبالتالي التصميم المبدع هو التصميم اللي بيبقى له شكل جديد وبيبقى صعب طبعا لانه معمول بطريقة مختلفة تماما، وبيبقى مميز وبيحقق كل المطلوب بالنسبة للتصميم بس بطريقة مختلفة مش طريقة سيستماتيك عادية، او هو ابتكار علاقة جديدة بين عناصر المشروع او علاقة جديدة بين المشروع والبيئة اللي حواليه زي ما شوفنا في المشروع اللي فات ده، او ابتكار وظيفة جديدة لعناصر معمارية، او حل تصميمي للتخطيط عمراني لحل مشاكل جديدة ناتجة بطريقة جديدة ومبتكرة. يعني هو ازاي to think out of the box عشان تحل مشكلة سواء كانت تصميمية او في urban او كانت اي مستوى من المستويات اللي فيها تصميم، حتى لو كنت بتصمم لوجو كمان. طب مين هو المبدع؟ المبدع ده ان هو كلنا احنا ممكن نبدع، لان كل دي حاجة تبقى من جوه البني ادم، بس ازاي انت تتعامل مع نفسك عشان تطلع التفكير المبدع او التصميم المبدع ده، هو ده اللي بيفرق بين الشخص والاخر. فالانسان المبدع ده احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيسعى وراء ان هو يطور نفسه ويطور قدراته ويطور افكاره ومعلوماته، وبيقعد يعمل براكتس كتير جدا جدا عشان يقدر ان هو يحل المشاكل اللي موجودة حواليه او بتاعة التصميم اللي بيعمله او whatever ايه اللي هو بيعمله، بس تكون بطريقة تكون جديدة مش مألوفة اللي احنا بنسميها to think out of the box. فاحنا هتلاقي دول مثلا عندك ده فرانك أوجاري وده فرانك لويد رايت وده لكوربوزي، الثلاثة دول مبدعين، ولكن الثلاثة مبدعين بشكل مختلف تماما. ده بيتكلم في دي كونستركتيفيزم، وده بيتكلم في حاجات بيئية وجميلة وأشجار وحاجات طبيعية وحلوة ولها علاقة بالإنفيرمنت، وهنا بيتكلم في حاجات تجريدية تماما. فهتلاقي كل واحد فيهم مبدع بس بطريقة مختلفة، كل واحد فيهم بيفكر out of the box بطريقة مختلفة، فهو ده المبدع. صفات المبدع زي ما قلنا اللي هو ايه؟ طبعا ده لازم يبقى عنده ثقة في نفسه، لان شخص قاري ودارس وعارف حاجات كتير جدا، امكانياته عالية جدا، قدراته كبيرة جدا، بيقدر يفكر بطريقة مستقلة، تفكيره مرن، ما عندوش ريجيديتي، بالعكس لا عنده فلكسبيليتي، عنده حماس دايما للشغل والنجاح، عايز يكبر وعايز يتطور وعايز يعمل كل حاجة، نظرته متفائلة للحياة، بيحط كل الامور قدامه عشان يحللها بطريقة مظبوطة فيقدر يطلع منها احسن ما يمكن واحسن تصميم ويحل بيها كل المشاكل بطريقة مبدعة وطريقة جديدة. متمرد طبعا على الحاجات اللي هي بتبقى كلها سيستماتيك، هو دايما بيبقى متمرد تلاقيه كده ايه خارج عن السياق في كل الاماكن اللي بيبقى موجود فيها، زي ما قلنا بينظر الاشياء بطريقة مختلفة، صادق جدا مع نفسه، ما بيرضاش عن ذاته. ليه؟ لانه دايما بيعايز الافضل وبيحاول يطور نفسه بطريقة اكتر ومستمرة. ايه خطوات تحقيق الابداع؟ احنا بنقول ان الموهوب او المبدع دايما بيعمل على ايه؟ بيعمل اللي هو بيحبه ودايما بيتقنه بدرجه كبيره وبيحاول ان هو يطور نفسه. طيب بيتطلب ايه الابداع ده؟ بيتطلب ابتكار زي ما قلنا، الهام، درجه عاليه من التخيل، حريه في التفكير، التفكير خارج الصندوق اللي هو التفكير غير المألوف. طب للوصول لحلول مبتكره بنعمل ايه؟
ان احنا بنحاول دايما ان احنا نحط كل الحاجات قدام المصمم ده، كل المعلومات المتاحة بنديها له عشان يقدر يبقى الدنيا منورة قدامه، ما يبقاش فيه عنده اي حتة مظلمة، فبيعرف يفكر بطريقة صح، يقدر يطلع فكرة جديدة. ما بتجيش طبعا كده من النوير، لا، لازم المعلومات تتخزن في دماغه بطريقة صح، ويعرف كل حاجة بطريقة صح، ويقعد يدرسها بطريقة حتى لو كانت سيستماتيك في البداية، لكن في الاخر بيقدر ان هو لما دماغه بتبقى مشبعة بالمعلومات المطلوبة، بتلاقيه كده دماغه راحت داخلة بقى في الطريقة بتاعت الإبداع بقى، وفي سكة الإبداع، بأنه هيفكر out of the box بقى، هيشيل كل الحدود وكل الحاجات علشان يطلع الأفكار اللي هي الجديدة خالص، وبعدين يفضل يطورها لغاية ما يوصل للحل المناسب اللي هو برضو فيه كريتيفيتي عالية. عشان كده زي ما قلنا هو بيقضي وقت طويل في تحليل المعلومات وبيدون كل التفاصيل. طيب احنا عارفين مراحل الابداع اللي هي مراحل الديزاين بتاعتنا اللي احنا بنعملها، بس دي بتبقى بالنسبه للديزاينر بس بقى، مش مرحله التصميم كتصميم والبروسيدرز بتاعته. احنا عارفين اي حاجه في الدنيا بتبتدي بايه؟ بكولكت الداتا، فهي دي بنسميها مرحلة الإعداد، إن هو بيقعد يجمع كل الداتا المطلوبة منه علشان يطلع التصميم ده، وبعدين الاحتضان دي اللي هو إيه؟ كل المعلومات اللي جات له في دماغه دي بيقعد يعمل لها إيه؟ تخش في بروسيس كتيرة جدا جوه دماغه، ويحصل لها تحليل، ويحصل لها ويربط علاقات ببعضها، ويقعد يعمل حاجات كتيرة جدا. الحاجات دي هو ما بيبقاش عاملها intention، لا، هو دي كلها لان دماغه اتعودت على طريقه تفكير معينه، فبتخش المعلومات دي في المراحل دي بتاعه التطوير اللي جوه دماغه، عشان يقدر بعد كده يخش في مرحله الاشراق اللي احنا بنقول عليها، انه تظهر بقى بدايات الفكره، وتقعد تفضل تظهر كذا فكره قدامه، كل واحده فيهم يقعد يمشي وراها لغايه اللي هي مرحله الاصرار والمثابره بقى، انه يقعد يدرسها ويطورها علشان يوصل لحاجه هو راضي عنها. مرحله الجهد دي مرحله التطوير النهائي بتاعه الفكره نفسها، وبعد كده التحقق البرهان اللي هو بيبتدي يظهر بقى الفكره في الاخر ويرسمها ويطلعها ويعرضها على الناس، ومعاهم بيقعدوا يجربوا مع بعض ويشوفوا في النهايه ايه هي الفكره اللي هم وصلوا لها. طيب كيفيه التعامل بقى مع المبدع؟ عايزين نتعلم حاجه مهمه جدا، اي بني ادم عنده حته ابداع او حته كريتيفيتي حلوه كده لازم نتعامل معاه بحرص جامد جدا، وخاصه لما يبقى عامل حاجه مش عاجباك، لما يعمل خطا او يعمل حاجه مش عاجباك بلاش الاحباط، بلاش ان انت تكسر فيه، بالعكس انت هتاخد فكره الخطا دي ومنها بتعمل له نقد بناء كده بطريقه لطيفه، بحيث ان انت تدفعه ان انت تحمسه ان هو يطلع حاجه تانية اكتر واحسن. لكن ان انت تكسر وان انت تقول لا ده وحش وده مش عارف ايه، وبطريقه تخليه يحصل له ابسيتنج جامد كده ويبقى داون قوي، ده مش تعرف تطلعه تاني. فخلينا نبقى حساسين شويه في التعامل مع الناس دي، لان دول هم الاسيتس بتوعك في مكتبك، هم دول اللي بيطلعوا لك التصميم اللي انت اللي هو يعتبر السلعه الاساسيه بتاعتك انت، اللي هي البيزنس الاساسي بتاعك كله شغال عليها. عشان كده زي ما قلنا في الاخطاء بنحاول ان احنا نحفز مش ان احنا نكسر، علشان نخليه ندفعه اكتر ان هو يفكر بعمق ويطلع افكار جديده. نحاول بقدر الامكان ما نفرضش السيطره عليه، نديله مساحه كبيره من الحريه عشان ما نقتلش الابداع بتاعه. وعشان كده يعني معظمهم ما بنحبش ان احنا نديهم حاجات اداريه ومناصب اداريه، يعني دايما الديزاينر اللي هو بيبقى عنده كريتيفيتي عاليه طول ما هو قادر يدي وقادر ان هو يعمل تصميم خليه في التصميم، بلاش نحطه كمانجر او كليدر الا لو كان هيبقى ليدر للناس، اللي هو يبقى ايه يقود مجموعه من المصممين عشان يطلعوا مع بعض ديزاين حلو. لكن لو هتحطه في منصب اداري يبقى منصب شرفي، يبقى في حد تحتيه كتير اسيستنتس بيشيلوا كل الكلام ده علشان ما نربطش دماغه ونخنقها في الحتت الإدارية. لما يكون في تسليم لمشروع معين بلاش هنسيب له مساحة ان هو يبدع كل حاجة، بس نحاول بقدر الامكان بلاش نقول له تاريخ التسليم الحقيقي، يعني دايما نعمل فاكتور اوف سيفتي شويه، لان انت عارفين المصممين مشكلتهم ان هم بيحصل لهم حاله من الحماس الجامد جدا والدماغ بتشتغل قوي لما يوصلوا مرحله الخطر او اللي هي مرحله التسليم خلاص، فتلاقي الدماغ دي تشتغل اقصى ما يمكن فتطلع احسن ابداع واحسن افكار في الوقت ده، لان في حاجه بتحمس وبتزق ان هم يطلعوا الفكره.
فدايما ادي نفسك انت فاكتور اوف سيفتي ان انت تدي نفسك يومين ثلاثه اسبوع واتفر بقى على حسب المشروع نفسه عشان يبقى انت تقدر تطلع منه اقصى ما تستطيع، وبعد كده لو في اي حاجه محتاجه تعديل يبقى في وقت للتعديل. طبعا زي ما قلنا بنقلل مسؤولياتهم الاداريه قدر الامكان عشان يتفرغوا للتصميم، بنحاول نخلي الانفايرمنت اللي حواليه كويس، يبقى فيه تفاؤل، فيه تشجيع، فيه ترحيب بكل الافكار عشان ما نحدش من الكريتيفيتي بتاع دماغهم. يفضل عدم تغيير موقع، مش كل شويه ننقلهم من مكتب لمكتب، لا هم قعدوا في مكان وهم مرتاحين فيه والانفايرمنت كله، شكل الشباك بيطل على ايه، الحيطان لونها ايه، الدنيا شكلها ايه، المكتب نفسه شكله ايه، الكلام ده كله نحاول بقدر الامكان نعمله بطريقه تكون حلوه مريحه بالنسبه لهم، تبعث على الايه الابداع، ما تبقاش حاجه محبطه يعني. حتى بالالوان اللي هم عايزينها طالما الدنيا احنا قادرين على تحقيق الكلام ده. نديهم شويه حوافز، الحوافز دي كل بني ادم بيبقى له حته اللي هي بتبقى الموتيفيشن بتاعته. في واحد بيبقى مبسوط ان هو كل ما يعمل تصميم كويس ياخد مكافاه ماليه او ياخد ترقيه، او في بعض المكاتب زي اس او ام مثلا، دي من اكبر المكاتب في انجلترا، دول كانوا بيخلوا بيبقى عندهم ديزاينرز من الصغيرين، لما حد فيهم بيحط ديزاين يروحوا كاتبين اس او ام اند فلان اللي هو حط التصميم، فيبقى بالنسبه لهم كانه بارتنر. فلو انت جالك مهندس معماري في كريتيفيتي عنده عاليه جدا وانت شايف ان في بوتنشال حلوه جواه ممكن تطلع لك حاجه كويسه، لا واي نوت ان هو يبقى دايما وانت بتعمل، حتى لو انت مش المصمم، انت يعني صاحب المكتب بس انت مش المصمم، لا يبقى تكتب اسم المكتب وحط اسمه معاك كشريك تصميمي فقط، مش لازم يكون شريك في المال ولا شريك في راس المال ولا الكلام ده، بس يحس بقيمه ان هو لما بيتحط اسمه ده دي بتديله بتكبره، فبيحس ان انت بتكبره هيبقى دايما حاسس بالولاء ناحيتك ومش هيسيبك ويمشي ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف صفات المدير المبدع بقى المعماري بيبقى ايه، بيكون على درايه بطبيعه سر العمل. طبعا انت لما بتجيب، احنا قلنا ان المشروع دايما احسن حد يدير المشروع احنا قلنا ايه، يا اما معماري يا اما انشائي. المعماري بيبقى فيه ميزه جميله جدا ان هو بيبقى اوير بكل حاجه ودماغه فيها فلكسبيليتي عاليه جدا جدا، لانه عارف كل البارتيز الثانيه، عارف الانشائي وعارف الام اي بي وعارف الانتيريور وعارف لاندسكيب وعارف اربن وعارف كل حاجه تقريبا، ان كل ده احنا درسناه في الكليه، فهو عنده امكانيه ان هو السكوب بتاعه يبقى واسع جدا، فبيقدر يبقى عنده معلومات عن كل الكلام ده فيقدر يدير بطريقه واعيه اكتر، وعارف طبعا ان العمل المعماري بيحتاج لايه، فبيديله مساحه من الوقت ومن الحريه ان هو يبدع. لكن لما بتجيب مدير عادي بتلاقيه دايما ريجيد شويه، يعني في الحاله اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاثنين الشركاء اخوات، ان واحد فيهم مهندس والتاني كان محاسب، قد ايه كان دماغه ريجيد، قد ايه عايز لا لازم تقعد في المكتب from 9 to 5 ولازم تعمل كذا لازم تعمل. لا مش لازم، كل واحد له طبيعه شغل، كل واحد له طريقه في ان هو يطلع احسن ما عنده، فلازم لكل واحد نتعامل معاه بطريقه تكون مبدعه، طريقه فيها تفهم لنوعيه الشخص وللشغل اللي هو بيعمله. عشان كده المدير المبدع المعماري بالذات في المكتب المعماري بيبقى اوير بكل الكلام ده، فبيقدر ان هو يدي مساحه حريه وحركه وتفكير وكل حاجه، وبيدفع طبعا المصمم المعماري للابداع على قدر المستطاع، وبيبقى عنده اوير برضو طبعا بازاي تدار مجموعه التصميم وتوزيع العمل بينهم، ازاي بيستلم العمل، ازاي الالتزام بالوقت المحدد، كل حاجه عنده اوير بيها، وعارف طبعا ازاي يوزع التاسكات على المهندسين كل واحد على قد قدرته، وازاي وامتى هيخلص الكلام ده، الكواليفيكيشنز بتاعت كل واحد فيهم. لديه القدره على اكتشاف نقط الضعف في المؤسسه، ليه؟ لان عنده السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا، فبيقدر يلقط المشاكل بسرعه سواء كانت في الاشخاص او في البروسيدجرز، فبتلاقيه على طول عنده بوتنشال عالي ان هو يطور وان هو يصلح وان هو يوجد حلول للمشاكل دي ويطلع المؤسسة أو المكتب من الأزمات بسرعة جدا، لأن هو دماغه دايما حاضرة. عنده خايفية قياس مدى جودة العمل مثلا، لأن برضو عنده السستينتي عالية جدا للجمال وللجودة وللحاجة دي صح ولا لأ، عنده الأسس العلمية وعنده كمان الدرجة العالية من الوصول للمشاكل أو إن هو يوصلها، يعني بيعرف يجيبها بسرعة. وعنده طبعا المفروض يكون فيه زي سيستم محطوط لكيفية
كيفية مراجعة العمل ده واكتشاف المشاكل عشان يقيم بيها الشغل وازاي يستلمه وازاي يصلح المشاكل سواء كانت في الأشخاص أو في المشروعات. على دراية كاملة طبعا بجميع تفاصيل عمل في المؤسسة العمومية من تسجيل المستعدات وتعيين العاملين وكيفية توفير المال اللازم لتنفيذ المشروعات وازاي يسوق ويعرف جميع تفاصيل العمل من أول دخول المشروع لغاية تسليمه للعميل وكيفية حساب تكلفته ومعرفة مهام كل قسم في المؤسسة وايه هي مسؤوليته عن المشروع. الكلام ده كله لازم المدير المبدع يبقى في أو المدير المكتب اللي موجود في المكات في المعمارية يكون عنده أوير بكل الكلام ده، ويا ريت لو هو كمان يكون مبدع. Yet very important، مهم جدا ان انت تعين مدير مبدع في مكان بيشتغل كله ابداع، هيفرق كتير جدا جدا. لديه القدره على مساعده المديرين في عملهم عن اداره العمل، اعلامهم مدى قدره المؤسسه على العمل، مدى امكانيه اتقان العمل وضبط سيره لترتيب العمل داخليا، القدره على استعمال طبعا كمبيوتر، قدره المؤسسه على ترتيب العمل الاداري، وكيفيه تحويل العمل المعماري لعمل احترافي ممكن تسير. طيب هندي شوية توصيات بقى للمدير المبدع عشان يقدر ان هو يلم الدنيا ويعرف يمسك الجماعة المبدعين دول لان هما صعبين شوية. يكون لازم يكون حازم. يعني ايه؟ يعني انا بدي حرية وبعمل كل حاجة وبدي لك كل اللي انت عايزه وعملت لك كل اللي انت عايزه، بس معلش انا عندي ديدلاينز لازم اخلصها، عندي حاجات لازم اسلمها، عندي مستوى من الجودة لازم انا ملتزم ان انا احققه، فزي ما انا بدي لك اللي انت عايزه انت كمان لازم تديني اللي انا عايزه. الكلام ده كله لازم يبقى واضح للمعماريين، ولازم المدير المبدع يكون عنده قدرة على ان هو يبقى حازم، يقدر يمسك زمام الامور، يقدر يحقق الاهداف المطلوبة منه، ويقدر يبقى فيه عنده كوميونيكيشن حلوة بينه وبين كل الناس الموجودين في المكتب، وخاصة اللي هم الديزاينرز الكرياتيف ديزاينرز، او بيوفر لهم طبعا كل الكوميونيكيشن المطلوبة، كل المعلومات المطلوبة، كل حاجة هم عايزينها. ان يكون هناك وضوح للمعماريين المبدعين لموقف الشركة الحالي، مواعيد التسليم المطلوبة، الدفاع عن المعماريين المبدعين ضد اي هجوم من الاخرين. انه لما الديزاينرز يعملوا ديزاين زي ما قلنا بس في شوية كومنتس او في شوية مشاكل، ما سيبش حد يهاجمهم بطريقة محبطة، لا انا دوري كمدير مبدع وبدير مبدعين زي دول ان انا ابقى حائط الصد، انا اللي اتكلم وانا يبقى الكلام معايا. الديزاينرز خليهم بس في الديزاين بتاعهم، مش هحطهم في اي ميتنجز الا لو في الميتنج ده في استقبال ان هم يستقبلوا معلومات، لكن ما يدخلوش في حتة او ما عادوش مع حد هيبقى فيها نقد فيعمل مشاكل عندهم. اعطاء المعماريين المبدعين المحترفين وقت للانفراد بانفسهم يستكمل عمليه ابداع الوصول للتصميم، يعني ما اقعدش فوق ابقى قاعد فوق راسه على طول، لا انا هدي له مساحته بس يبقى عندي انا وقت مناسب في التدخل عشان اشوف الدنيا ماشيه ولا لا، ابقى مراقب العمليه من بعيد عشان اشوف ان هو ماشي على الخط ولا في مشاكل فاحلها له فاسرع العمليه انها ان هو يطلع التصميم. اعطاء المعماريين المبدعين الثقه في النفس والاحساس بالامان، طبعا مش هقول له كل شويه انت ما بتشتغلش فاروح امشيك، انت لو ما عملتش انا هخسر منك، لا كل الحاجات دي محبطة جدا لكل الناس بصفة عامة وخاصة للناس دي. زي ما قلنا التعامل مع الفشل بإيجابية وعدم معاقبتهم عليه بطريقة تقتل إبداعهم، توجيههم بطريقة خاصة تتسم بالإيجابية والدعم والحس على الابتكار والحرية في تولد الأفكار الجديدة، احترام الأنشطة الخارجية والحس على عوامل التحفيز. يعني لو مثلا حسينا إن هو مش قادر وفي عنده حصلت قفلة كده وفي بلوك، لا يلا يا جماعة نعمل ريتريت كده مناسب نقعد كلنا مع بعض أو نخرج نعمل واتفر إيه هي الحاجة اللي ممكن تتعمل بحيث تخرجه من المود اللي هو فيه، وحتى ده كله المفروض يكون للناس الموجودة كلها في المكتب، لان ده بيبقى فيه بيعمل بيقوي العلاقة بين الموظفين وبعضهم وبيخلي الانتاج احسن كتير، لان دايما بيبقى فيه حاجة بتروح عنهم فبيبقى الناس علاقتهم ببعض كويسة، فتلاقي الانفيرم بتاع الشغل كمان بيتحسن قوي. التشجيع على تولد الافكار الجديدة زي ما قلنا والحس على الابتكار، تهيئة جو العمل يحس على الابداع والابتكار والحرية في خلق الافكار الجديدة وتقدير ومكافأة انجاز العمل المبدع. لا تطلب ابداعا كاملا، يعني مفيش حاجة كاملة، مفيش حاجة كاملة، كل اي حاجة في الدنيا بتلاقي فيها لازم حتة صغيرة ناقصة، فالمستوى اللي بيوصلني اذا كان هو ده
كافي بالنسبة للكلاينت، وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا ايه، ان لازم في مقابلة الكلاينت في اول مرة لازم اعرف ايه اخره، ايه هو ايه اعلى حاجة هو عايز يوصل لها وايه اقل حاجة ممكن يقبل بيها. فالكلام ده لازم اكون عارفه عشان انا وانا بعمل التصميم برضو، انا مش مطلوب من المصمم ان هو يوصل من اول لقطة لكل حاجة، لا ممكن يبقى مثلا 50% من المطلوب، بعدها لما يحصل شوية improvement، بعد لما نتكلم مع نعمل مراجعة مع بعض يبقى في 60 وبعدين 70 لغايه ما نروح للعميل وناخد منه الفيدباك، فنوصل في الاخر ل 80 او 90%. ده كويس قوي، وده ممكن يكون اتفقنا مع العميل. يجب تقييم الافكار المبدعه اول باول، ما سيبوش نايم كده عمال شغال في حته وهو ماشي في سكه تانية خالص غير اللي احنا عايزينه، لا ببقى معاه بس بغير ما احسسه ان انا فوق راسه، انا بشجع وبزق لقدام، مش بقعد اعمل عليه ستريس. يجب ان يعطي المعماري المبدع الحريه في تجهيز مكان عمله زي ما قلنا عشان يشعر بالارتياح. يجب يبعد المبدع عن عمليه اختيار البدائل، لو عمل اكتر من فكره بلاش هو اللي يختار، خلينا احنا اللي نختار بعيد عنه، علشان دايما الواحد يقول ايه كلهم ولادي، فانا مش هكره حاجه فيهم، فبحب يعني كله بحب، هي افكاري كلها. وزي ما قلنا قبل كده في المراجعه واحنا بنقول في الكواليتي، دايما خلي اللي يراجع حد تاني غير اللي عمل التصميم، حد تاني غير اللي عمل الرسم، لازم حد تاني عين تانية هي اللي بتلقط المشكلة، لكن طول ما انت عينيك واخدة على الشغل اللي قدامك مش هتعرف تطلع فيه منه المشاكل الموجودة. طيب ايه الحاجات بقى اللي بتقتل الابداع وبتخلي الناس عندها احباط، وده على فكرة في الكل بس في الديزاينرز اكتر، التقييم والرقابة، ان انت كل شوية عمال تقول له لا ده انت مش عارف ايه، انت اللي انت عملته ده وحش، لا ده انت مش عارف، واقعد على دماغه زي ما قلنا، خليه بالراحة، التقييم بتاعنا بالراحة، الرقابة بتاعتنا بالراحة، فيها حث فيها زق لقدام مش فيها ستريس. التقييم المادي فقط طبعا دون النظر للتقييم الادبي، ده مش حلو جدا بالنسبه للديزاينرز، يعني انت عملت شغل انا هديك فلوسك وخلاص، لا كل الكلام ده مش حلو ابدا لاي انسان وخاصه الديزاينرز. التنافس الذي يؤدي لخنق القدره على الابتكار وتسبب التوتر، شوف فلان احسن منك، شوف فلان عمل كيت، الكلام ده كله مش صح، ان احنا حتى دي حتى في تربيه الولاد حتى في الشغل بتاعنا، لا المقارنات بطريقه محبطه مش حلوه، لازم يكون في حس للامام، مش ان انا بهبط وبكسر بان اقول ده فلان احسن منك وده عمل احسن منك. تقييد الفرص وتحديدها من ادي تقييد الابداع، لا انا هديله مساحه من الحريه كبيره بس في نفس الوقت ببقى مديله معلومات، المعلومات هي اللي هتخليه هو يوصل للديزاين، لكن ما اجيش اقول له لا ممنوع تعمل وممنوع تعمل وممنوع تعمل، خليه يعمل الاول ويحط الافكار الاول، بعدين احنا مع بعض بنهذب الدنيا لغايه ما نوصل للمطلوب. يجب ان نحث على الجوائز الخارجيه والمنافسه، ولكن يفضل التقدير الادبي من داخل الشركه التي يعمل بها، ده لو هو في الاتجاه ده ده بالنسبه له ده كده يشجعه. الابتعاد عن التهديد له طب بترك العمل زي ما قلنا، فذلك يحس بعدم الامان وعدم الشعور بالراحه. يفضل ان يكون هناك مساعدين للمصمم يقوم بعمل الرسومات التنفيذيه، يعني هو حط خلاص الديزاين الاولاني، حتى لو كان الديزاين ده مجرد شخبطه على ورقه، ممكن في ديزاينرز بيبقوا كبار لدرجه ان هو يديك الفكره وبعدين تديها لحد تاني يظبطها، مش مهم، يبقى ده عندي انا بولد منه افكار وبجيب منه افكار، وعندي حد تاني بيهذب الافكار دي بيطلعها بصوره بروفيشنال. كذلك الاعمال الورقيه والاداريه ملوش دعوه بيها خالص، وفي حاله المدير المبدع يفضل تعيين مساعدينه حتى يقوم بدلا عنه بالاعمال الاداريه والورقيه المساعده، وينظر لتكلفه هؤلاء المساعدين على انهم لا يمثلوا شيء مقابل قيمه العمل الذي يقوم به كل من المصمم المبدع والمدير المبدع مما يوفره من وقت الابداع. حتى المدير المبدع، لان يعني ده يعني ايه مدير مبدع؟ يعني دماغه بتلاقي بتفكر بطريقه مختلفه خالص، فتلاقيه بيقود المكان او المكتب بطريقه تانية خالص لمكان تاني، فدايما بيبقى سابق الناس كلها بخطوه، دايما عنده افكار للتطوير، افكار ان هو يكبر، فده بيبقى محتاج وقت ان هو يقعد يفكر في الافكار دي، وان هو يجيب بيزنس وانه يعمل حاجات كتير، ما اجيش اقول له لا انت لازم تعمل كذا حاجه اداريه ولازم تعمل، لا خلي فيه دايما في اسيستنتس هم اللي شايلين الدنيا، زي ما في للديزاينر اسيستنتس بيبيض اللي هو بيعمله، خلينا برضو المدير المبدع اسيستنتس بيشيلوا عنه الحاجات السيستماتيك.
الفرق بين المدير والمبدع والمصمم المبدع يعني شور، في بعض الحاجات اللي هو المصمم بيفوكس على الديزاين نفسه، لكن المدير بيفوكس على العائد المادي وعلى الأرباح طويلة المدى وعلى الشركة ازاي تبقى أحسن وتبقى مستمرة ولها بقاء، وازاي يطور وازاي يعيد بناء كل المشاريع، حل كل المشاكل، وازاي تفضل الشركة ماسكة نفسها ومتحملة لفترة طويلة قدام. زي ما قلنا المصمم بيبقى بيفوكس على حاجة معينة كديزاين وكشكل وكإيمج للشركة وكده. هنا ده المصمم بيبص على الأشياء والبيئة المحيطة طبعا، لأنه هو ديزاينر بيبص على المبنى اللي هو بيعمله، على الانفايرمنت اللي هو حوالين المبنى والكلام ده. لكن هنا المدير هو الأسيتس بتاعته إيه؟ هو البني آدمين اللي بيشتغل والبروسيدرز اللي بيطلع له الشغل يبقى صح، فده بيفوكس عليهم أكتر. هنا طبعا حرف يدوية وفن وبصري ومرئي ومهندس، ليه؟ لأن بيشتغل بإيديه. هنا اللي بيهمه بالنسبة للشركة الحسابات، الشركة الشغل ماشي مظبوط ولا لأ، الكلام كله أعداد وأرقام. يعني ده مجرد كومباريزن كده بس عشان تعرفوا ان كل واحد فيهم على حسب نوعية شغله وهو بيشتغل في ايه، في اي حتة بالظبط. نمط تفكيره ده طبعا بيبقى باصص على الديزاين بكل حتة شمولي، بيفكر في كل حاجة حوالين الديزاين يبقى شكله عامل ازاي، وبيدور على حلول كتير للديزاين بتاعه، وبيبقى اوت اوف ذا بوكس برضه. المدير بقى طبعا في عنده بروسيدرز ماشي فيها، في خطوط معينة، خط معين بيبقى ماشي فيه، في اناليسيس كتيرة جدا لكل حاجة بتحصل عشان يقدر يطلع منها نتائج، يشوف هيعمل ايه ويبص على المشاكل وازاي يركز على ان هو يحلها ازاي، يبقى شايف الدنيا ماشيه ازاي. الديزاينر المبدع تلاقيه دايما زي ما قلنا متفائل ومبتكر. المدير العادي هو اللي بيبقى متشائم شويه، مش متشائم، هو بتلاقيه يعني ايه خايف جدا دايما من اي حاجه بتحصل وعايز كل حاجه تبقى ماشيه صح وكلامنا زي ما احنا قلنا قبل كده. بس هو يعني انا مش مع كلمه متشائم قوي، لو هو مدير مبدع مش هيكون متشائم، هو دايما بيبقى عايز يكبر ويطور ويحل. كان متنوع وتجريبي، بيحب يجرب كل حاجه لانه يحب يستكشف كل حاجه. ده الديزاينر. هنا لازم يبقى عنده زي ما قلنا الكواليتي اشورنس، او اللي هي الحاجه اللي بيرجع لها عشان يقول ان هو صح او غلط، وطبعا بيبقى حذر عشان ده ماسك مستقبل الشركه كلها. طيب ايه هو المراحل زي ما قلنا بتاعه التصميم؟ قلنا مرحله جمع المعلومات واعداد التيم اللي هيشتغل في الديزاين، سواء كان الديزاينر اللي هيطلع الديزاين الاساسي او الفريق اللي معاه اللي هيبقى يا اما هيشترك في وضع الفكره او هيشترك في ان هو يطلعها في الاخر كامله. مرحله الالهام والافكار، يبقى احنا عملنا كده دلوقتي كولكت المعلومات وعملنا تحضير للتيم، وبعدين بنطلع بقى الافكار مع بعض، وبعد كده بنطلع الترنتنس ونتخذ القرار التصميمي في الاخر. يعني ايه بقى اداره التصميم؟ احنا قلنا اي كلمه اداره تتحط جنب اي حاجه يبقى لازم هتلاقيها دخلت في الخمس حاجات بتاعه الاداره، واللي هي ايه؟ ان انا بعمل الاول بنظم وبدير، اللي هي بتنظيم تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومراقبه، الحاجات المهمة جدا دي بتاعت اي ادارة. فعشان كده قلنا ان ادارة التصميم المعماري هو النظام المهني اللي هو يعني بنسميه ايه؟ اللي بينظم لي عملية التصميم. ايه هي عملية التصميم؟ سواء كان ادارة الفكرة، ادارة الناس، ادارة الموارد اللي عندي، ادارة اي حاجة جوه الشركة عشان اخلي التصميم ده يوصل صح ويكمل للاخر ويطلع لي في الاخر البرودكت بتاعي اللي هو البروجكت. وهذا يعني اداره متكامله للتصميم على مستوى هنا تنظيم والاداره الاستراتيجيه. اداره نظام التصميم بالشركه هي نشاط متكامل على جميع مستويات العمل الاداري، العمليه والاستراتيجيه، واللي بتؤثر في التصميم منذ بدايه مرحله استكشاف المشروع نفسه وحتى مرحله التنفيذ. يبقى اداره التصميم بتبتدي من اول ما نتكلم مع الكلاينت ونشوف ايه السكوب اوف ورك وهو عايز ايه لغايه ما احنا بنسلم الكلام ده، بنسلم المشروع للعميل. بتشمل طبعا كل العمليات والقرارات التجاريه والاستراتيجيه وكل حاجة حوالين موضوع التصميم، بحيث ان احنا نحقق كل الكلام ده وبنوفر خدمات واتصالات وكل الكلام ده. انا لازم ادير كل الحاجات لغاية ما اوصل للتصميم للصورة النهائية بتاعته. إدارة التصميم المعماري هي الناحية العملية والمحترفة للتصميم. يعني خلينا نقول ان احنا عندنا التصميم دي الناحية الفنية، إدارة التصميم هي الناحية العملية اللي هي بتحقق لي ان التصميم ده ممكن يتنفذ في الاخر كده بالبلدي. يعني الهدف من إدارة التصميم قلنا هو تطوير وتهيئة بيئة عملية مناسبة لمساعدة الشركة لكي تحقق استراتيجيتها والهدف المنشود من خلال التصميم، من خلال إنشاء وإدارة نظام يتسم بالكفاءة والفعالية. وتتداخل طبعا مع إدارة التصميم الإدارات الأخرى اللي هي إيه؟ ماركتينج وبروجكت مانجمنت واستراتيجيك مانجمنت.
تمام. ده كلام بس بالانجليش، انا بس قلت احط لكم الحته بتاعته الشرح العربي في الاول. طيب الحته دي انا كنت حطها لكم في الموضوع بتاع الكواليتي، في محاضره الكواليتي اللي هو ازاي احقق جوده المشروع. فهتكلم هنا سريعا على يعني ايه ديزاين مانجمنت بلان، يعني ايه كوميونيكيشن مانجمنت بلان، يعني ايه النولج مانجمنت. زي ما قلنا ان الديزاين مانجمنت زي ما قلنا كده، يعني ايه ديزاين مانجمنت بلان؟ يعني بحط خطه بتحقق لي في الاخر ان التصميم ده هيتنفذ تماما ويكمل، يعني زي ما قلنا. طيب الـ لازم المانجمنت الديزاين مانجمنت بلان تكفر ايه؟ طبيعي كده احنا قلنا ديزاين ريسبونسبيلتي ماتريكس، مين مسؤول عن ايه جوه التصميم، مين هيحط الفكره، مين هيعمل كذا، مين هيعمل كذا، مين هيعمل كذا. السكيدول اللي هو التايم لاين بتاع الدراونجز ازاي هتخلص. الديزاين بروجرام اللي هو الورك سكوب اوف وورك. السكيدول بتاع الانفورميشن ريكوايرد ده مهم جدا، سكيدول اوف انفورميشن ريكوايرد دي مهمه قوي الحته دي. ذا سايز اوف فورمات والدراونج تايبس طبعا ازاي هطلع الشكل بتاع اللوحه عامل ازاي. البروسيجرز بتاع الكاد او البي اي ام هيبقى شكله عامل ازاي. استيميتنج الستاف اورز هتبقى شكلها ايه، بحط كام ساعه الناس هتشتغل، ازاي هعمل مونيتورنج للديزاين والريسورسز بتاعته. انشيتنج البروسيجرز اوف ديزاين تشينجز لما يحصل فيه تشينج للديزاين، ايه اللي هيتعمل، ايه هي البروسيجرز اللي هنمشي عليها. requirements for collateral guarantees، كل الحاجات اللي لها علاقة بالديزاين لازم كلها تكون مكتوبة عشان اقدر ان انا اطلع ديزاين كامل مظبوط. compliance with brief، cost acceptance، value engineering analysis، health and safety issues، competence for tender، كل المعلومات دي تكون موجودة في design management plan. طيب اهم حتة بقى دي واللي احنا كنا بنتكلم فيها، سوري، ان project manager لازم يبقى عنده نسخه من الديزاين مانجمنت بلان عشان هي دي اللي هيمشي عليها. اجري ديزاين مانجمنت بلان از ا بيزس فور مونيتورنج اند كنترول ان ذا ديزاين بروسيس، لازم يبقى عنده بلان كامله محطوطه. يعني احنا دلوقتي كديزاين تيم هنحط ديزاين مانجمنت بلان، بس مش هنحطها لوحدنا، لازم يكون معانا كل الديسيبلينز التانيين عشان يبقوا عارفين احنا ماشيين فين وهم هيجي لهم ايه واحنا هناخد منهم ايه امتى عشان نقدر نطلع التصميم مظبوط. البروجكت مانجر لازم يكون قاعد معانا من البدايه عشان يبقى عارف الدنيا دي كلها ماشيه ازاي، عشان لما اجي بعد كده اعمل مونيتورنج لل او كنترولنج للشغل اللي ماشي ده ابقى عارف انا عارف ان اللوحه الفلانيه دي هتتسلم في الوقت الفلاني. طب المعلومه الفلانيه دي هتجيلي من الانشائي، طب دي هتجيلي من ام ام بي، طب دي عشان تروح هنا لازم دي تجيلي هنا عشان دي الحته دي تتصمم عشان يطلع لها الحاجه بتاعتها عشان تخلص عشان اروح اعمل كذا. فلازم البروجكت مانجر يبقى فاهم الكلام ده كله عشان ما تحصلش المشاكل اللي احنا قلنا عليها قبل كده. طيب الكوميونيكيشن مانجمنت بلان طبعا واضح كوميونيكيشن يعني ايه، يعني العلاقه بين كل الديسيبلينز بتوع البروجكت نفسه. يبقى لازم ابقى عارف مين بيعمل ايه، امتى، فين، وازاي، وبكام، وقد ايه، كل حاجه كل حاجه. ولازم كل المعلومه امتى هتجيلي منين، من انهي ديسيبلين، وهتجيلي هتروح فين، وهتعمل الكلام ده كله لازم يكون موضوع ومشروح كاملا بين كل الديبارتمنتس عشان ما تحصلش مشكله، وخاصه بين في كل حاجه بقى، حتى في الديزاين وحتى في الام اي بي وكل كل البارتيز بتاعه المشروع. تمام، دي مهمه جدا. The benefits of having a communication management plan include set the right expectation، ابقى متوقع وتوقع صح وحقيقي، انا هاخد الحاجه الفلانيه من الانشائي والحاجه الفلانيه من ام اي بي عشان اعرف اعمل الديزاين بتاع الحته الفلانيه. طيب والانشائي وهكذا الام اي بي منتظرين مني انا كديزاينر ان اطلع كذا ويجي لهم في اليوم الفلاني عشان هم يعملوا كذا عشان تعمل كذا. Ensure consistency in the message. Just the right communication. Everyone receive the information they need. كل واحد بيجي له information هو عايز، ما يجيليش information ماليش دعوه بيها فيبقى في الاخر الاقي فيه بلك من المعلومات انا مش عارف اعمل بيها ايه. يبقى لازم كل واحد يجي له المعلومه بتاعته هو. Enable feedback طبعا ان كل واحد يدي الفيدباك بتاعه عشان لو في اي حاجه محتاجه تتعدل محتاجه تتظبط لازم كل واحد يعمل الكلام ده. Everyone who is kept in the loop is less likely to be a critic of the project. كل واحد بيقول الفيدباك بتاعه ويقول المشكله اللي عنده او يعمل ناقد كده يقول الحته دي لا عايزين نغيرها، لا دي طريقه الترقيم والحاجات دي لازم يبقى معروفه، كل حاجه تكون معروفه وكل واحد يقدر يقول الفيدباك بتاعه.
لو فاكرين ال RACI اللي انا قلت لكم عليها بتاعت التاسكات ماتريكس دي لازم تكون موجوده في الكوميونيكيشن. طبعا دي اساسي كوميونيكيشن اللي هو مين مسؤول مسؤوليه كامله، مين اللي بيدي الامر او بيقول بالاساين التاسك، ومين اللي انا بدي له انفورميشن بس، ومين اللي هو بيبقى مراجع لكل اللي بيحصل. ده لازم الكلام ده يكون موجود في الكوميونيكيشن مانجمنت بلان. طيب عايزين بقى نتكلم في حته مهمه جدا، انا بس حطيتها هنا سريعا لانها مهمه. كل ما بقى عندك نوليدج كل ما بقيت شايف الدنيا اوضح، وكل ما بقيت ماشي على خطى ثابته زي ما بيقول. ليه؟ لان كل النوليدج عندك وكل المعلومات عندك عن كل حاجه. هي الحته دي كانت عجبتني بصراحه، ان كل ما البني ادم كان عنده مجموعه من الانفورميشن والنوليدج كبيره، كل ما كان الايجو بتاعه بيبقى هادي، ما بيبقاش متفرعن ومغرور. ليه؟ لان كل ما بيعرف معلومات اكتر كل ما بيحس ان هو لسه مش عارف حاجه، فبيحاول يطور نفسه اكتر. طيب ايه الفرق بين الداتا والانفورميشن والنوليدج والويزدم؟ الداتا دي معلومات متبعتره، انا بحاول اكولكت الداتا كلها اللي عندي، سواء كانت عن المشروع، عن الناس اللي هتشتغل، عن هو وبر 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 كل حاجه. بعد كده بروح حطاها في بنظمها مع بعضها وبعمل لها شويه اناليسس كده، انا عملت انفورميشن. اما النولج بقى ان انا خدت كل الانفورميشن دي وسكنت كل واحده في مين هيعمل فين امتى، واربطها كلها بالسيستم بتاع تحقيق هدف الاورجنايزيشن وتحقيق وتنفيذ المشروع وكل الكلام. الويزدم طبعا هي ان انا بعد ما باخد كل المعلومات دي المتنظمه المتظبطه اللي بتحقق لي الاستراتيجيك بلان بتاعتي في النهايه. ايه بقى فايده النوليدج مانجمنت والانفورميشن مانجمنت؟ فيري امبورتنت طبعا، احنا زي ما قلنا ان هي من الاساسيات اللي بتخليك تبقى شايف الدنيا مظبوط، فما تبقاش قاعد مش عارف، ما يبقاش في عندك ميسنج من الانفورميشن او ميسنج من النوليدج المطلوب ان انت تعرفها. ان انت الاكسبكتيشن زي ما قلنا لازم تكون واضحه قدامك، ان انت لما بتاخد قرار في اي حاجه في شغلك سواء كان في الديزاين او في اي حد من البارتيز الثانيه بتبقى واخدها بناء على معلومات مظبوطه. يعني مثلا هقول لكم على حاجه كانت حصلت. انا كنت بعمل كوردينيشن لريزورت بيتعمل في سهل حشيش، رايحين نعمل كوردينيشن وخلاص اتحط التصميم بتاع الريزورت، بس احنا رايحين بس بنراجع الحته بتاعت الام بي بي والمعلومه بتاع في شويه غلايات مكان كبير وحاجات كده الام بي كان عايزها. اتضح ان حضرته جه كل الديزاين اللي اتعمل ده هيتغير. ليه؟ لانه طلب حاجات محتاجه تتعمل والحاجات دي هتغير في شكل البلان واللاي اوت، فكل الكلام ده اتعاد تاني. ده معناه ايه؟ معناه ان الكيك اوف ميتنج اللي في الاول ما كانش موجود فيها ام اي بي، وما قالش كل اللي هو عايزه من اول قعده بعد ما عرفنا العميل عايز ايه، فاضطر كل حاجه تتعاد من الاول. والكلام ده برده حصل في مشروع تاني برده في مبنى تاني، كان حاجه اوتيل برده، وجي الام اي بي في النهايه خالص بعد ما كل حاجه اتعملت والانشاء خلص وكل حاجه خلصت، ان حضرته برده كان عايز اوضه كبيره للمكن بتاع الغلايات او بتاع مش عارفه حاجه يعني كبيره جدا، بدل ما كانت هي هتبقى 2 في 3 2 في 2 حاجه زي كده، بقت 3 في 4 او 3 في 5، فغيرت كل اللي اوت بتاعت كل حاجه. فلازم يبقى فيه المعلومات واضحه جدا لكل البارتيز، مفيش حاجه اسمها ان كل واحد يبقى ماسك معلومات وانا ما اعرفش عنها حاجه، لا لازم تبقى موجوده قدامي عشان اقدر اراجع كل حاجه، اقدر امشي مع البروسيس صح، اقدر احقق كل حاجه صح، اقدر ادير البروجكت صح، واقدر ادير الاورجنايزيشن كلها بطريقه مظبوطه. الجزء بتاع الانفورميشن مانجمنت والنوليدج مانجمنت از فيري امبورتنت موجود في الكتاب بتاع الاي اي اي اللي انا قلت لكم عليه، هتلاقوه مكتوب بطريقه حلوه جدا، وهتلاقي الموضوع ده مهم قوي وكاتبين مكتوب يعني بطريقه واضحه قوي. تمام، عشان مش عايزه بس اطول عليكم. ان هو بيقول لك باي امبلمنتنج النوليدج مانجمنت براكتس اركتكتشر اورجانيزيشن كان ادابت مور كويكلي، بيرفورم مور افيشنتلي اند بروفيتابلي، اند كونتريبيوت تو ا فورس ذات كان بوزيتيفلي التر ذا مودلز اوف اور بزنس اند اور اندستري. لما بتبقى شايف كل حاجة بتقدر تدير كل حاجة بطريقة مظبوطة. دي هنا بنتكلم بس عن مراحل المشروع. وده بقى تقسيم الشغل داخل مجموعة الديزاينز. طبعا قلنا بيختلف عدد أعضاء المجموعة على حسب كبر أو حجم المشروع نفسه.
شريك العمل هو الـ Partner of Architecture Practice، ده بيكون مسؤول عن مقابلة العميل والحصول على مواصفات المشروع كله وتفاصيله، قائمة بطلبات العميل، مسؤول عن اختيار من طوال حساب التكلفة التقديرية والاستشاريين المتخصصين، مسؤول عن توصيل المعلومات الخاصة بالمشروع لجميع أفراد فريق العمل. احنا ممكن نقوله ده يعني هو مش Design Manager، ده Project Manager المفروض يعني. مسؤول عن الدراسات الابتدائية، وضع برنامج المشروع الخطوط العريضة والكروكي، مسؤول عن مسؤولية مباشرة على التصميم الابتدائي واعتماد الرسومات من العميل. بعد كده في مهندسين معماريين مساعدين، ده اللي هم ايه، مسؤول عن تقديم التصميم وإظهار وعمل رسومات الـ 3D والرسومات التنفيذية بتاعته. فريق المسح الكمي، ده مسؤول عن قسم حساب الكميات والمواصفات وتكاليفها والتنسيق بين كل الأطراف حتى يتم الحساب بصورة دقيقة. مسؤول عن التكلفة التقديرية ومراجعة التكاليف، خطة التكلفة الموضوعية، والوظيفة الرئيسية المسؤولة عن هذا القسم وحساب الكميات وتكلفتها، ويعين تحته عدة مهندسين مساعدة في هذه العملية من أول بدايتها، حساب كميات المواصفات، تحديد الأسعار وحساب التكلفة التقديرية للمواد، تنسيق وتوفير هذه المواد أحسن الأسعار، والاتفاق على تشوينها في ميعادها وميعاد تنفيذها. يجب تعيين مهندس كبير أو أكثر لقياس وتقييم التكلفة التقديرية النهائية لاختلاف دول. طيب المهندسين الإنشائيين طبعا عارفين هم شغلهم إنهم استشاري إنشائي، مثلا عاملين الحسابات والرسومات الإنشائية. أما المعماريين فهم بيضعوا حسابات ورسومات إنشائية تصورية فقط لتكون دليل للمهندس الإنشائي لاستكمال العمل بدقة. يقوم المعماريون بتحديد خطة العمل أيضا لكتابة المهندس الإنشائي من تنفيذ هذه الخطة، ويقوم المهندسين الإنشائيين الصغار والرسامين باستكمال تفاصيل العملية وعملية التفصيل اللي هي الديتيلز بتاعة الإنشائي. فريق عمل تنفيذ المشروع بقى اللي هو يعين مدير المشروع ومدير الموقع، مهندس موقع ومشرف الموقع، يقوم بمراقبة العمل بالموقع والحرص على تنفيذ كل تفاصيل المشروع منتهى بدقة. وعشان يكون نفس اللي هو مصمم، يبقى المنفذ هو نفس اللي تصمم، يجب تقديم مستخلص لكل عمل يتم صرف المقابل المادي له. مسؤولين عن المقاول، المنفذ المشروع والعاملين تحت اشرافه، ومسؤولين امام العميل لتنفيذ المشروع واكماله بدقة عالية، وبين تطابق المواصفات العامة للتصميم والقوانين العامة للبناء. يبقى ده ايه؟ تنفيذ المشروع. دول الفريق ده هو المسؤول عن كل الحاجات دي المفروض يعملها. طيب ازاي باخد قرار التصميم؟ الموضوع ده يعني ايه، هو العادي في المكاتب المعمارية اعتقد ان معظمها لو انت عندك صاحب المكتب هو المصمم، بيبقى هو خلاص اللي بيحط الفكرة وخلص الموضوع، والباقي ايه، بيكملها او بيطورها او بيبيضها. في بعض المكاتب بتعمل ايه، بتعمل زي مسابقة معمارية كده، وبيجيبوا كل المصممين اللي عندهم، يلا يا جماعة احنا عندنا المشروع الفلاني، كل واحد يحط فكرة وبعدين يجمعوا كل الافكار دي، ويروحوا ايه قاعدين بعد كده صاحب المكتب او مدير التصميم او مدير القسم يقعد يعملوا زي بنود كده ويعمل بيها تقييم للالترناتيفز دي، ويختاروا كده حبي ايه احسن حاجة ممكن يشتغلوا عليها. وفي ناس تانية زي مثلا فرانك اوجاري، كان ده لما بيجي الكلاين بيروح يقابله وياخد منه السكوب اوف ورك وكل هو عايزه، يروح المكتب يقعد يحط ديزاين، وبعدين الديزاين ده بيحوله الماكيت، وياخد الماكيت يروح يقابل بيه العميل، وبيقول له بيشرح له الماكيت هو دي المشروع هيبقى شكله كذا، وبعدين هو قاعد معاه بيقعد يشيل ده ويحط ده ويكسر ده ويعمل ده. دي طريقة. في طريقة تانية طبعا لما بدأ يظهر او يتعمل السوفت وير اللي هي بيبقى بتعمل سيميليشن للمشروع، بيتعمل الفكرة ويتعمل لها سيميليشن طريقة شكل معين، بيتعرض على الكلاين وبيحصل التعديلات وهم قاعدين عشان يوصل للتصميم المطلوب في الاخر. في طريقة حسابية لما بيكون عندي اكتر من الترنتيف عشان اقدر اختار بينهم، ودي لو انتوا عايزينها انا ممكن اشرحها لكم، بس هي شوية هي كلها عبارة عن فايل اكسل بيتحط فيه البنود اللي انا على اساسها بقيم كل مشروع، وبيتحط فيها عدد الترنتيف ويبقى معادلات كده، هديها لكم ان شاء الله بحيث انها تبقى سهلة عليكم. او تجيبوا حاجة اسمها اكسبرت شويس، ده بيبقى هو اللي بيحقق بتاع التسلسل الهرمي دي اللي هي اناليتك هيراركي بروسيس، بس بيعملها اوتوماتيك. انت بتدخل الحاجات البنود اللي بتقيم على اساسها وعدد المشاريع او الالترناتيفز اللي عندك، وفي الاخر هو بيعمل حمليات حسابيه بيطلع لك البديل. فالكلام ده كله سوفيستيكيتد شويه، بس انا حبيت اقول لكم عليه لان هو موجود في الدنيا، حاجه تقدر تساعدك ان انت تاخد القرار التصميم بطريقه منهجيه.
دي بعض الحاجات اللي يعني مقترحات لموضوع التسعير بتاع الديزاين. بس في فايل انا حطاه برضو على جوجل درايف، هتلاقيه موجود فيها من النقابه نفسها، كاتب الكلام ده وكاتب بالظبط بالتفصيل كل مشروع ازاي اقدر احط النسبه بتاعتي كديزاينر للتكلفه بتاعته، وهتلاقوها موجودة إن شاء الله في جوجل درايف. هنا دي بس بعض المقترح لأنت تاخد كام في المية، عشان في الآخر لو لا قدر الله ما أخدتش بقية أتعبك في الآخر، فما تبقاش واحد عليك الأتعاب بتاعتك. فدي مجرد بعض المقترحات للنسب. أنا معرفش كل مكتب بيحط النسب المناسبة بتاعته، وعلى حسب حجم الشغل اللي أنت بتشتغله، سواء كان ديزاين بس أو ديزاين أند بيلد أو whatever اللي أنت بتعمله. طيب خلينا نشوف حاجه كده سريعه، يعني ايه انوفيشن، وازاي بستعمل انوفيشن ده كاستراتيجي في حياتي كمكتب معماري، ازاي الكلام ده بعمله. هي كل الحكايه ان انا بحاول ان انا احول الناس اللي عندي كلها يبقى الانوفيشن بالنسبه لهم دي طريقه تفكير، وبيهيفير بتاعهم برضو، والاكتنج بتاعهم كله بيبقى رايح لحته الانوفيشن، ان انا ازاي ابقى دايما مبتكر، وازاي دماغي تبقى بتستوعب حاجات كتير، وبحب دايما اجري للاحسن وللتطوير الدائم. بيبقى قدامي حاجه من اتنين في كاورجنايزيشن، وانا مسؤول عنها عشان ابقى شغال في الاتجاه ده، او يبقى عندي دي كاستراتيجي. دايما بدور على الحاجة الكويسة اللي عندي وبطورها اكتر عشان تكبر، وبعدين بدور على المشاكل الصغيرة وبحاول احلها، وبعدين بدور على الحاجات الكويسة قوي اللي موجودة عندي بس مش باينة قوي وبحاول ان انا اكبر. طب امشي في اي اتجاه، اعمل ايه، اطور ازاي، اعمل اشتغل ازاي في الـ او اخد قرار ازاي اطور الorganization بتاعتي بطريقة فيها innovation. هو في كذا نوع، خمس حاجات قدامنا دول طرق في ان انا ازاي اطور المكان. انتوا هتلاقوا لما نيجي نتكلم عن الطرق دي هتلاقي احنا تقريبا بنستعمل الكلام ده عندنا في الشركه. يعني هتلاقي مثلا في طرق ان انت بتاخد اراء الناس، كل واحد فيهم عايز يطور الحته اللي عنده او المكان اللي هو بيشتغل فيه او طريقه الشغل اللي هو بيتعامل بيها whatever، وبعدين تاخد اراء. يعني هنلاقي كده بعض الحاجات، تعالى بسرعه نجري عليها كده. يعني اول واحده اللي هو دوبلينز 10 تايبس اوف انوفيشن، ده هنا في 10 حاجات ممكن تتعمل بحيث ان انا اقدر اطور بيها الاورجنايزيشن بتاعتي في الاتجاه اللي انا عايزه. البروفيت موديل، ان انا لو انا الاورجنايزيشن بتاعتي قايمه على ان انا عايز اجيب فلوس، فهتلاقي كل الانشطه بتاعتي انا بحاول ازق ان انا اقدر اعمل اكتيفيتيز في المكان عشان تجيب لي فلوس اكتر. ان زي مثلا مكان هشام شرح لنا وقال لنا ان في المكتب بتاعه لما الاكتيفيتي الاساسيه بتاعته النشاط الاساسي كان واقف، راح عمل الحته بتاعه الوركينج دروينجز. لما بدا يبقى في كان بيدور في السوق على ايه الحاجات اللي مش موجوده قوي بس الناس عايزاها، ويتعلمها ويعلم التيم بتاعه عشان يقدر يكريت حاجه يجيب بيها فلوس اكتر. فده منهجيه ممكن تمشي بيها بحيث ان يبقى انت كده بتحقق الجول بتاعك، وان دايما يبقى الشركه فيها بتكسب وان الدنيا عندك تبقى ماشيه. النتورك، ان انا لازم يبقى عندي نتورك كبيره، سواء كانت النتورك دي في الكلاينتس الكتيره او الجديده اللي انا بجيبها، او المهندسين الكتير او الناس اللي عندي بيبقى عندهم افكار كتير، لان البني ادم لوحده مش هيعرف يشتغل لوحده، ممكن يشتغل لكن لما بيكونوا تيم قوي بتلاقي فيه الشغل بقى احسن كتير، لانك بالنتورك بتلاقي ده بيزود على ده بيكمل ده، ففي الاخر بيبقى الدنيا بتتطور بطريقه احسن كتير جدا. يبقى انت كده قائم على النتورك، يبقى في عندك نتورك قويه جدا. الاستراكشر، ان انت تيجي على الاستراكشر بتاع المكتب بتاعك ولقيت ان انت البرفورمانس بتاعك مش ماشي حلو، زي في عندنا زبيننا كان بيحاول يعمل كده، يبقى احنا لازم نراجع الناس اللي شغاله معانا ونحاول نعمل لهم بري اسسمنت او نعمل لهم اسسمنت ونشوف هم قدراتهم شكلها عامله ازاي، كل واحد فيهم شاطر في ايه وضعيف في ايه. طب كل واحد من دول مع البروسيجرز بتاع شغلي انا وطريقه شغلي في المكتب، مين هيفت في انهي حته، فاعمل ريستراكشرنج للناس دي كلها بحيث ان انا احط كل واحد في الحته اللي اقدر اطلع منه احسن ما يمكن، فاعلي البرفورمانس بتاع المكتب بتاعي بالناس بتاعتي. البروسيس، ان انا دايما بحاول اشوف البروسيس بتاعتي ماشيه ازاي، واشوف انهي حته في لو البروسيس دي الاول لازم اكتب ايه اللي موجود،
البروسيس بتاعي ماشيه ازاي كلها، واكتب الستبس كلها من اول ما ببتدي لغايه ما بسلم شغلي، واشوف فين بقى المشاكل في البروسيس دي، فاعمل اعاده تصميم للبروسيس ده، واقول لا انا هزود هنا حته ريفيوينج، لا هنا حته كوردينيشن، لا حته مش عارف ايه، لا هخلي ده يعمل المشروع ده وده يرجع على ده، واراجع البروسيس كله بحيث في الاخر يديني بيرفورمانس اعلى كتير من اللي موجود. يبقى دي طريقه اقدر احسن بيها المكتب بتاعي والبيرفورمانس بتاعي بتاع المكتب بتاعي، بان انا اغير البروسيس نفسها واحسنها. يبقى انا هنا يا اما بعمل ريستراكشرنج عشان اطلع احسن حاجه، او ان انا بعدل البروسيس عشان اطلع احسن حاجه. البرودكت بيرفورمانس ان انا لما باجي دي بقى الحته اللي هشام عملها برده، ان هو راح عمل ماركتنج ريسيرش وشاف ايه الحته اللي الناس كلها او اللي في ناس كتير عايزاها بس ما حدش بيقدمها، وهو قعد درسها عشان بقى يقدمها. زي برده ما عندنا الباشمهندسه كانت اشتغلت في البي اي ام قبل ما الناس كلها كانت تشتغل بيها، وفي النهايه بقت هي بروفيشنال فيها. فالواحد بيدور على ايه الحته اللي مش موجوده الناس كتير عايزاها وما فيش مكاتب كتير بتقدمها، وهي تقوم تقدمها. فبالتالي انت بتبقى كده بتشتغل في حته مش موجوده، فبتبقى انت مميز لان انت اللي بتشتغل في الحته دي بس. حتى لو كنت هتقول انا هشتغل مثلا زي الدكتور احمد شيري بيشتغل في المستشفيات بس، هو خلاص عايز يشتغل في الحته دي، او انت هتشتغل في اللاندسكيب بتاع الجبال، او هتعمل واتف انا هعمل بيوت اللي هي بتبقى في الصحراء. دور على الحته اللي هي لها نيدز دلوقتي والناس عايزاها وما عليهاش طلب، يعني ما فيش شركات كتير بتعملها، يبقى هي دي اللي انت ممكن تبقى متفوق فيها. البرودكت سيستم ان انت ممكن تقول ايه، انا مش هعمل ديزاين بس، لا انا هعمل ديزاين امبيلت، انا هعمل ديزاين وهشرف لك على الشغل وهسلم لك مفتاح في الاخر. يبقى انت بتدي له اكتر من حاجه بحيث في الاخر ما يبقى هو مش هيستغنى عنك وهيفضل معاك لغايه ما يخلص كل حاجه. فبالتالي ما يجي له اي مشروع تاني يقول لك لا انا هروح لفلان ده لان هو اللي هيخلص المشروع كله، مش هقعد اروح اخد منه ديزاين وبعدين اروح على حد تاني عشان يعمل لي الانشائي واروح لحد تاني عشان يعمل، لا هو هيكمل لي كل الشغل كله. فده ان انت ممكن تدي اكتر من برودكت من سيستم. يعني السيرفيس باي اوفرنج ا فرايتي اوف سبورت ميثودز اند انهانسمنت، ان انت بتبقى قايل مثلا للعميل انا معاك، وان انت لو في اي مشكله بعد كده حصلت في المبدا انا هبقى معاك في المينتنس، انا هبقى معاك في وات ايفر. تبقى في دايما في سبورت من عندك للناس، بتدي سيرفيس كتيره مش بس اثناء المشروع، لا بعد المشروع كمان. للشانل اللي هي ان انت دايما بتبقى فاتح شانل كويسه جدا بينك وبين العميل العملاء بتوعك، دايما في بينك وبينهم كونكشن حتى لو ما فيش شغل، بس دايما تبقى معاه بحيث ان انت دايما تحل له برده المشاكل بتاعته، ودي برده تبقى لطيفه في بتوع التطوير العقاري. البراند هو ان انت تعمل لنفسك براند عالي جدا. ده بيعمل ايه؟ ده بيخليك دايما بيحفز الشركه انها دايما تبقى شغاله على انها لازم تبقى محطوطه في الدرجه العاليه دي بتاعت البراند. يعني هو مش ان انا مش الفكره ان انا يبقى عندي براند وبس، لا لما بحط نفسي في الحته دي ببقى خلاص اتحطيت في البلاتفورم ده، فبحاول اسعى دايما ان انا افضل ناجح عشان افضل ناجح في الدرجه دي واعلى منها كمان. دي طريقه تفكير برده في اداره الاورجنايزيشن، ان انا ازاي اعلي نفسي او ازاي اطور نفسي، بان انا بعمل لنفسي ايمج معينه او براند معين بحيث ان انا افضل اسعى ان انا اكون في نفس المستوى واعلى منها. والكاستمر انجيجمنت طبعا اللي هي ان انت ازاي هتتعامل مع الكاستمر بتاعك، ازاي هتتجاوب مع كل المشاكل اللي ممكن تحصل لا قدر الله، ازاي تريح العميل بحيث ان انت تبقى كسبته، لان انت بينك وبينه لونج ريليشن مش بس مشروع وخلصت الحكايه. في طريقه تانية اللي هي بتاعت الفور ستيبس، ودي معروفه طبعا كلنا بنعملها، اللي هي اول حاجه بابزرف بشوف ايه المشكله، بحط لها بكولكت الداتا بتاعتها وبعمل لها ديفلوب سولوشنز، اجرب بعمل زي بايلوت بروجكت لقيته ناجح بروح اعمل بعد كده امبلمنتيشن لكل حاجه. الكلام ده كله انا بستعمله في ايه؟ بان انا بحاول ادرس الاورجنايزيشن بتاعتي واشوف ايه المشاكل اللي موجود فيها وبحاول احلها زي ما قلنا. كل دي طرق ازاي اخلي الاورجنايزيشن بتاعتي قويه متطوره بيحصل لها تغيير سريع على طول وبيحصل لها تطوير دائم. اخر حاجه اللي هي بتاعت او قبل الاخيره اللي هي التشايلد بروسيدجر، دي لطيفه جدا. بياخد زي مجموعه من الناس كده من 10 15 واحد من الناس اللي هم المميزين اللي عندك في الشركه، وتعملهم تقسمهم من مجموعتين لثلاثه،
كل مجموعة منهم 5 أفراد وتطلع المشاكل اللي عندك اللي موجودة، أو تاخد الأول رأيهم في المشاكل، تعرف إيه المشاكل اللي موجودة، وبعد كده تبدل المشاكل اللي طالعة دي بين المجموعات، كل واحد يحط لها بعض الحلول، وبعدين تاخد الحلول دي في الآخر وتقعد تعمل ميتنج بحيث إن أنت تشوف أنهي أحسن حاجة بالنسبة للحلول اللي اتحطت دي اللي ممكن تنفذها لحل المشاكل الموجودة في المكتب عندك. دي برضو طريقة مش وحشة، لطيفة جدا. في بقى واحدة تانية اللي هي بتاعت الكروفورد سليب رايتنج ميثود، دي بقى سهلة قوي، دي انا جربتها قبل كده في مكتب المكاتب، بس دي ممكن تعملها انت طبعا بدل ما تقعد مع كل واحد وتشوف رأيه ايه المشاكل الموجودة وايه الحلول اللي ممكن يقترحها، لا ان انت تعمل زي بلايند لي كده، بتدي للناس كل واحد ورقة تقول له اكتب لي ايه المشاكل اللي انت موجودة عندك في القسم بتاعك، ايه الحلول اللي انت بتقترحها، وبعدين تاخد كل الورق ده وتقعد بيها مع البورد بقى وتناقشوا المواضيع دي وكل المشاكل الموجودة وأساليب العلاجات بتاع العلاجية بتاعتها، وتشوف في الآخر ممكن تطلع بخطة لطيفة جدا بأن أنت تعمل enhancement للperformance الموجودة عندك، سواء كان تطوير للناس أو تطوير الإدارة أو تطوير لوتر. الكلام ده عملته في شركتين، في مكتب كان سوق اللي هو بتاع اللي كان له فرعين، واحد في الغردقة واحد في القاهرة، عملته في فرع القاهرة وكان لطيف جدا. ولما رحت الدكتور محمد عبد الباقي برضو قعدت مع الناس بقى، دي كنت بعمل فيها أنا بقعد مع كل واحد واشوف واخد منه فيدباك واشوف ايه المشاكل الموجوده وايه طرق العلاج، وكنا بنطلع بيها مقترحات لطيفه جدا، فدي طريقه حلوه جدا للتطوير. طيب حاجه تانية اللي هي السكامبر، دي ابريفيشن للكام كلمه دول كل واحده فيهم، اللي هو ايه؟ ان لما بيكون انا زي اللي هشام عملها، ان انا كان عندي مكتب بعمل فيه ديزاين وبعمل مشروعات، المشروعات بقت واقفه ما فيش شغل، فبعمل بستبدل نشاط الشركه بان انا عملت working drawings. بعد كده الموضوع الدمج ان هو خلى المكتب بتاع ديزاين شغال ودمج معاه الوركينج درونز. الادابت ان هو لقى نفسه ان لما بيقول لك انا بقيت بتكيف بشوف ايه اللي موجود ناقص في السوق وبحاول اتعلمه واعلم التيم بتاعي عشان اقدر اشتغل. الموديفاي التعديل، ان انا بدل ما كنت بشتغل اوتوكاد انا بحاول علمت الناس اللي عندي بي اي ام وعدلت الشغل بقى كله بي اي ام. اللي هي put to another use، ان انت ما يبقى زي ايه مثلا، ان انت لو انت شغال عندك تيم شغال كان بيشتغل في تصميم المشروعات العادية، لا انا هعلمهم ازاي يعملوا تصميم للمستشفيات، لان الوباء الموجود دلوقتي محتاج تصميم مستشفيات او مباني علاجية. انا كده خليت التيم ده بدل ما هو بيشتغل كده بقينا بنشتغل في حاجة تانية. إليمينيت، انا عندي مثلا شغل كنت بشتغل في الحاجات اللي هي القصور والتصوير العقاري بتاع الحاجات الغاليه قوي، لا انا مش هشتغل فيها، انا هوقف الكلام ده لان الناس خلاص بقى عندها مشاكل ماليه فالناس مش هتشتري الحاجات دي، فانا هشيل الموضوع ده مش هشتغل كنشاط للشركه وهشتغل حاجات اقل من كده شويه. الريفرس، ان انا هعكس بدل ما كنت بعمل الحاجات العاليه قوي والغاليه دي، انا هشتغل في المساكن اللي هي المتوسطة او اللي هي هعمل مثلا whatever ايه هي النشاط اللي هعمله بيبقى عكس اللي موجود. انا كان عندي قصور انا هعمل مباني اللي هي ممكن تبقى منخفضة التكاليف وممكن حتى اخليها ايجار مش اخليها تمليك whatever، اي حاجة انا بدور عليها بحيث اخلي الشركة عندي احافظ عليها وتفضل ماشية يعني اتغلب على التشالنجز الموجوده او المشاكل الموجوده. دي كلها طرق وتكنيكس لطريقه التفكير بحيث ان انت تغير في طريقه التعامل جوه الشركه وتتغلب على المشاكل او التشالنجز اللي ممكن تحصل نتيجه المشاكل اللي احنا بنشوفها في حياتنا. بس وشكرا لكم، كانت محاضره لطيفه، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا زي ما انا كنت مستمتعه معاكم. شكرا.